وقعدنا والسبيشال كله عندنا. بدانا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما عملنا لك الشوكولات كيك بصوص الكراميل وصوص الشوكولاته، وعملنا لك بسكوت القهوه، وعملنا لك الليزي كيك تعمليه بالكورن فليكس تعمليه بالبسكوت زي ما انت عايزه، وعملنا لك المأمونيه بالقشطه بتفاصيل وحركات شيف حسن. علقنا اول حاجه ايه على الرز البخاري وسبناه لما ختم، وحمصنا له لوز وحمصنا له زبيب واديناه عليه من فوق، وفي نفس الوقت عملت المغربيه، جبت عندي البرغل الخشن بهرته واديته شويه ملح وشويه فلفل وشويه زيت وفلفلته مع كوبايه من شوربه الفراخ، وسويت الفراخ مع البصل مع الحمص مع البصل بتاعي والتوابل بتاعتي، وده الاثنين قلبتهم مع بعض وسبتهم يختموا. في الاثناء تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. طاجن المكرونه بريحته بتفاصيله بقول لك يا تريكاته، وصينيه كمان الكفته بالطحينه هنعملها صلصه طحينه دلوقتي. تعالوا ما نشوف على ما تستوي، تعالى ما نعلق على الطحينه. الطحينه بحط كوبايه ميه، كوبايه ميه اهو على النار، واحط فيها كوبايه طحينه، كوبايه طحينه، وايه تاني يا عم حسن؟ كوبايه زبادي، واحط كمان شويه عصير ليمون. الصوص ده هعمل بيه ايه يا حسن؟ هبدا اغرف بيه، هطفي بيه الكفته لما تطلع من الفرن. بعد ما تستوي هطفي بيه الكفته بعد ما تطلع من الفرن، تبقى تاخد وش جلاسيه عليها من بره. تمام؟ تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. عندي هنا غلي اهو على طول، كل حريص. زي ما انت شايف كده على طول عشان تدي الطبقه له، كمان تقليبه له، وتركنه جانبا. تفاصيلك كده، اقلب فيه عشان يندمج عصير الليمون والميه والطحينه والزبادي. جاهز كده يبقى سخن وفي نفس الوقت الكفته سخن. تعالى بص عليها كده اهو، الكثافه بتاعته، الكثافه بتاعته زي ما انت شايفها كده يا استاذ ياسر. يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك، كله يندمج مع بعض. تمام؟ تعالى بقى نعمل اصابع البطاطس اللي العيال هيحبوها. هعمل ايه يا عم حسن؟ بجيب نص كيلو بطاطس بسلقها وبعد كده بركنها تبرد، وبعد كده بحط عندي معلقتين زيت في الكازارول دي على النار اهو يقدحوا. بعد كده بحط لها ايه يا عم حسن؟ زي ما انت شايف كده قدامك، كوبايه من دقيق السميط بتاعي، واحورها تاخد اللون الذهبي الفاتح. واحده واحده كده في معلقه الزيت حواري كده قدامك اهو. ده بتاع اصابع البطاطس. خدي بالك قدامك اهو البطاطس المسلوقه، يا جمالك يا تفاصيلك. ايه الهنا ده؟ وعندي بقى للكفته بعد ما تطلع مع الصوص شويه سوداني مقطعهم اصابع او شويه سنيبر. بص ده سوداني قطعيه اصابع او شويه سنيبر، وشويه ملح وشويه فلفل للصوص. قدامك اهو ادي السوداني او السنيبر وشويه ملح وشويه فلفل. حمصي هنا زي ما انت شايف، بص دقيق السميد كده حمصيه كويس قوي. بص حمصي ما تستعجليش. وبعد كده بتجيبي كوبايه ميه سخنه بتغلي، خدي بالك من التفاصيل، كوبايه سخنه ميه سخنه بتغلي. على ما تتحمص كويس تقلبها تقلبتين، تعالى اما احط بقى مكونات الاصابع البطاطس في الكبه الفود بروسيسور بتاع ميلونيكس. وقلنا لك 1000 واط عندها اسلحه كتيره للخضار وتفرم وتعجن، وعندك كمان كبه، وعندك خلاط ضد الميه السخنه وضد البارد، وعندك كمان عصاره. ادي البطاطس بتاعتي. تعالى شوف هنا يا ياسر، هنا الزرارين اللي جوه دول بيعملوا ايه؟ واحد بيعمل سرعه ضعيفه بس بنفس الحمل بتاع الموتور، بنفس قوه الموتور، سرعه اقل بس بقوه الموتور تنعم لك الحاجه. وادي السرعه العاليه يا عم كمال. انا حبيبي حبيبي اللي مشرفنا بكل حاجه والله. صباح الفل يا عم كمال، وكل ده منهور يا غالي. الله يخليك والله يا حبيبي، يعني حاجه تشرف والله، ربنا يديك الصحه. صباح الفل يا عم كمال، نهارك قشط. والنبي كنت عايز نسالك على الكرنبيت، عجه الكرنبيت. الارنبيت؟ ايوه العجه. حاضر من عندي قبل عندي حاج كمان. وعايز هدايه لاختي ان ربنا يجيبها بالسلامه ويشفيها. امين يا رب. الاحلى اسمها ايه الحاجه يا حاج ابراهيم؟ الحاجه ام روي، مها ام روي. يا حاجه مها ترجعي بالسلامه وربنا يشفيكي من اخوكي ومن برنامج اكلات وتكاتشف حسن. بص عندي هنا السميط اتحمص، اروح مدياله كوبايه ميه سخنه. بص التريكات والحركات، وفلفليه. بص التفاصيل، فلفليه كده بعد ما اتحمص فلفليه. هتعمل فيه ايه يا حسن؟ بعد ما تفلفل كده وبقى قطعه واحده كده، بص قدامك اهو قطعه، تعالى اخده هنا اهو واروح فين؟ على
الفود بروسيسور بتعمله نكس، احط سخن احط بارد ما تخافيش. وبعد كده يا عم حسن احط بهاراتي واحط كمان واحد فلفل حار. هتبله ايه؟ ملح فلفل بهار والتركه الحلوه شويه فلفل حار بدون بذر، واقفل واشغل. كل التفاصيل قدامك، قوته 1000 واط، مش هتفتحي وهتجيب الجناب، وسرعات زي ما انت عايزه، وقوه زي ما انت عايزه، قدامك التفاصيل. على ما العجينه دي تتعمل مع تبقى كفته، تعالى اما نعمل الايه؟ التبوله. التبوله الاساسي فيها البقدونس، جيبي بقدونس كتير قوي 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 قوي، اغسليه ونشفيه وافرميه. خدي بالك بقدونس كتير جدا 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 جدا، اغسليه وافرميه، خدي بالك من التريك. اهم حاجه في التبوله شويه الايه؟ البقدونس دول، بقدونس كتير. هجيب كوبايه من البرغل انقعها 30 دقيقه وانشفها، هجيب كوبايه من البرغل انقعها 30 دقيقه وانشفها، وادي واحده واحده كده مع بعض. احط البرغل بتاعي اللي انا نقعته 30 دقيقه ونشفته، وبعد كده احط البقدونس الكتير اللي انا شطفاه ومنشفاه، احط كمان ايه؟ طماطم لحم بدون بذر وبدون جلد، يا تركاتك، واحط شويه كمان بصل اخضر يا تفاصيلك، وكمان ورق نعناع. ما تفرمهوش، لا خلي النعناع كده تستمتعي بيه. وبعد كده يا عم حسن هعمل الصوص. الصوص بتاعي عباره عن ايه؟ عصير ليمون، شويه ملح، زيت زيتون، كده بس كده بس. قلبيهم في بعض. التركه المهمه هتحط زيت الزيتون وعصير ليمون والملح على الخليط ده، وتسيبيه في التلاجة ساعه قبل التقديم، ودلعي العيال يا جمالك. تمام، تعالى بقى نروح للكفته بتاعتي. زي ما انت شايف كده سمغت البطاطس مع السميد اللي انا سويته مع البهارات مع البقدونس مع الفلفل الحار. تمام، وبعد كده تعالى بقى بص عندي الخليط عامل ازاي. اسيبه بص عليه كده من فوق، بص اسيبه بقى في التلاجة يسمغ. تمام كده، اسيبه في التلاجة يسمغ. بعد ما يسبغ، بعد ما يسبغ هعمل ايه؟ بجيب عندي صاج واحطه في كيس كده. بس اقول الاول الحمد لله على السلامه يا دكتور طارق، انت فين؟ اهلا اهلا دكتور طارق المرسي المحل، اهلا بيك. انت فين بقالك كتير ما سمعناش صوتك يا دكتور طارق. الله يحفظك ويبارك لك. انا اولا بشكر حضرتك قوي، حلقه امبارح كانت قويه جدا. الحاجه خديجه المرسي اختي الكبيره قالت الحلقه بتاعتك كان امبارح كانت جباره بتاع الحلويات دي. ربنا يكرمك يا دكتور. جباره، شفت ازاي؟ ربنا يكرمك. اولا حلقاتك كلها نصايح غاليه، ولكن من ناحيه صحيه انا عندي نصيحه غاليه قوي. اتفضل يا دكتور. لكل المشاهدين البرنامج بتاعك. اتفضل يا دكتور. بخصوص زيت القلي وتكرار استخدامه اكتر من مره، اولا لازم بقول لكل الناس اتجنبوا ان انتوا تشتروا كل الاكل اللي هو مقلي بره زي البتنجان والبطاطس، وخصوصا الطعميه حضرتك من المطاعم. الناس دي بتستخدم ارخص انواع الزيوت. لا مش زيت يا دكتور، انا بيحطوا شحوم زي شورتنج. شورتنج اي شورتنج. ده حضرتك ده بيغلوها اكتر من مره وما بيغيروهوش. ايوه، بيحطوا زيت قديم على الزيت الجديد. ده حقيقه، وده بيسبب امراض كتير قوي. انا بقول لهم اعملوا الحاجات دي كلها في بيتكم. انت حضرتك بتقول لهم الخطوات والتكات وازاي يعملوا الحاجات دي. حضرتك ليه بقى؟ لو الزيت اتغلى اكتر من مره، البكتيريا حضرتك اللي موجوده في بقايا الاكل اللي موجود قبل كده بتطلع، وبعدين بتتغذى على بقايا الاكل وبتؤدي الى فساد الزيت ده حضرتك. دي اول حاجه. وبعدين الواحد لما يجي ياكل الاقي الاكل بيعمل له حموضه في المعده، بيعمل له تهيج في الحلق، بيعمل له كوليسترول بيعلى وكده. اولا لما الزيت بيتغلى شيف اكتر من مره، وخاصه لما بيبقى درجة حرارة عالية الزيت بيتكسر طبعا، وبيطلع مواد هيدروكربونية بتأثر على صحة الإنسان. علشان كده أنا حضرتك بقول نصيحة مهمة جدا 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 للناس. أولا لازم تعرفوا الآتي، لو لقيتوا الزيت دخن وطلع منه أبخرة. أيوة أيوة. أو أبخرة سمرة. صح كده. أو الزيت لونه تحول بقى لون أسود. أيوة. أو الزيت القوام بتاعه بقى كثيف وبقى تقيل، لازم اتخلص من الزيت ده فورا وما استخدموش مره اخرى. الزيت الصحي الكويس اللي هو بيستحمل درجه الحراره لغايه 180 هو زيت عباد الشمس. صح كده. وانا حضرتك بقول للناس
خلي بالكم من صحتكم، مش معقوله انتوا بتعملوا الاكل وتتعبوا منه وفي نفس الوقت يجي المرض منه، ويجي المرض منه، زائد ان الفيتامينات اللي موجوده في الزيت دي بتتكسر وبتفسد مع الغليان. مع الغليان حضرتك بالزبط. بقول لهم اغلوا الزيت، استخدموا الزيت مره واحده او مرتين على اكثر تقدير. اكتر حاجه مرتين، خاصه للزيت حضرتك اللي هو بيتقلى فيه البانيه او بيتقلى فيه الاسماك او بيتقلى فيه الدقيق او البيض، ارموه فورا ده. لو حبيتوا تزودوا الزيت لازم الزيت يبرد خالص، تصفوه وتستخدموه مره واحده تانية بس. دي نصيحتي للناس، واتمنى جدا يا دكتور على مداخلاتك الجميله ونصايحك الجميله لكل ساده مشاهدينا. وبنعيد مره واثنين وثلاثه، لازم تقلي تحط على منشف مطبخ يكون صحي، ما تحطيش على ورق زبده مضروب او ورق جرايد، خالص ممنوع خالص. بعد ما قطعت البطاطس كده اصابع طويله على صاج كده قدامك كده، ادخلها الثلاجه تتجمد. بص قدامك اهو، تمام، تعالى ندخلها تتجمد، ومنديل منشف مطبخ يا حسن معلش، وبعد كده اروح جايبه اللي انا مجهزاها المتجمده. بص كده يا حاج ياسر، المتجمده جبت دقيق مبهر، الدقيق ده فيه ايه؟ ملح وفلفل وثوم باودر وبصل باودر، وفي كمان شويه بيكنج باودر. الدقيق ده بص تروح جاي مدحرجه جوه الدقيق كده، ما تستعجلش عليه، دحرجه تاني جوه الدقيق واحدة واحدة كده مع بعض، ياخد الطبقة اللي هو عايزها من الدقيق. خطواتك كده كلها، عندك زيت سخن عايزة تقطعيه على اتنين قطعيه على اتنين، عايزة تخليه أصابع كده عشان عيالك يسعدوا بيها، تعالى كده أهو أشيل ده كده عندي عشان المقاس بتاعي وأسقط جواه كده. بص بص التفاصيل يا حاجي، بص الحركات يا فندي، كله قدامك أهو، دي مبهر وأصابع البطاطس يا جمالة قدامك اهو، اصابع البطاطس، وتجيب عندك التونج بتاعك عشان تطلعه بيه، ومنشف مطبخ كله يا دوبك هياخد لون ذهبي وتطلعه بكل سهوليه بكل حركات بكل تكات. بطنه بالدير مبهر، واتفقنا السلطه بتاعتك لازم السلطه بتاعتك تقعد في الثلاجه بعد ما حط لها الصوص لمده ساعه قبل التقديم عشان الصوص ياخد ويدي مع كل المكونات بتاعتها. وعندنا الرز البخاري ختم، وادينا له اللوز وادينا له الزبيب، وعندنا كمان المغربيه ختمت، يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. وعندي الصوص جاهز بتاع الطحينه، اول ما تطلع الكفته من الفرن هسقي بيها وهي سخنه والصوص سخن، خدي بالك من التفاصيل والحركات والتكات يا جمالك. مين معانا يا استاذ ايمان؟ استاذ ايمان صباح الفل. ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا حاجه. صباح النور، ازيك؟ زي الفل بنفس حضرتك. الله يخليك. تحت امرك. عايزينك تعمل لنا مره البرام الرز اللي باللحمه يا شيخ. ايه يا فندم؟ برام الرز اللي باللحمه. حاضر حاضر حاضر، من عندي قبل العندي. ان شاء الله. إن تحت شاء امرك الله. تحت امرك. ايدك نشوف على الحاجات الجميله. صباح الفل يا حاجه، نهارك قشطه. ينفع صباح، ينفع صباح. صباح الفل. بصي بقى الصوص الطحينه يا جمالك يا تفاصيلك يا حركاتك. وبعد كده واحدة واحدة كده يشربهم، شوية سوداني محمص شوية سنبر محمص، دلع دلع كده اهو، ورشة بسيطة ملح ورشة بسيطة فلفل يا جمالك. أما بقى تعالى شوف كده، ده مش مبكبكة، خدي بالك دي مش مبكبكة، دي من عندي، دي مكرونه بصوص الخضار، دي مش مبكبكه خالص، خدي بالك اهو بتفاصيلك وحركاتك. اعمل لعيالك صينيه كفته بالطحينه، اعمل لهم طاجن مكرونه، اعمل لهم عندك الايه الرز البخاري، اعمل لهم المغربيه، احتاري واختاري في كل الانواع اللي احنا عملناها بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. يا جمالك يا جمالك، زي ما انت شايف اصابع البطاطس في النار، اول ما تلون تطلعيها تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. بعد ما عملنا المنيو بتاع النهارده بتفاصيله بحركاته بتكاته بالتريكات والحركات لا ناسها، انتظروني.